عاوز رسالة بقى في البداية توجهيها لزمايلك اللي هم ما خدوش اللقب، تقول لهم ايه؟ اولا احنا كلنا ملكات، كل واحدة جت مثلت بلدها احسن تمثيل، مش مجرد لقب ليحسم، بالعكس يعني هذا كان مجرد اختبارات متعددة وتوجت اليوم، ولكن كلنا تبارك الله ملكات، والله يعني يوفق الجميع. اول خطوة تتخذيها بعد نيل اللقب هتعملي ايه؟ ان شاء الله غتكون اول خطوه ليا باش نحقق رسالتي اللي هي تهدف لتنشيط السياحه العربيه ونشر سلم السلام بجميع اقطار الدول العربيه. امين. بيمثل لك ايه التتويج النهارده؟ التتويج هو تكليف وليس بمقدر ما هو تشريف، لان التكليف اللي ابين الصوره الحقيقيه للمراه المغربيه العربيه، المراه المغربيه عندها يعني عندها وزنها بالمجتمع العربي، وذلك بسبب الملك محمد السادس نصره الله. هتعملي ايه للمراه العربيه بشكل عام؟ ان شاء الله نحاول نبين الصوره الحقيقيه والواقعيه للمراه العربيه المثقفه المتحضره ولكن دائما متشبته بعاداتها وتقاليدها العربيه العريقه. الاطلاله كانت يعني كنبغي نشكر فيها المتخصصين في هذا المجال، سواء مدام لولا اللي لبستنا الدريس واللي نشأت اللي عملنا الشعر، يعني كنحب نشكرهم كاملين جميع المتخصصين. نيل اللقب بيحملك مسؤوليه انك انت تفضلي مستمره بالرشاقه والجمال، هتشتغلي على نفسك ازاي الفتره الجايه؟ اكيد غنشتغل على نفسي كما كنت مشتغله من قبل، يعني نفس الخطوات ان شاء الله.